اوراق الطلبه، وبنكون محتاجين شيت اكسل باسماء الطلاب، بيكون مهم عندنا وجود اسماء الطلاب بشيت اكسل. شيت الاكسل ده بيكون مكون من عمودين، عمود هوري لحضراتكم، العمود الاولاني بيكون ارقام الجلوس بتاعت الطلبه، والعمود الثاني اسم الطالب. طبعا لو احنا يعني جهزنا شيت الاكسل بالعكس البرنامج مش هيبتدي يتعرف عليه، لان هو بيخش يقرا اول كولوم على انه رقم الجلوس، وتاني كولوم هو اسم الطالب. فالتلات حاجات دول بيبقوا اساسيين معايا في فولدر اللي هبدا عشان ابدا اشتغل على البرنامج. بيكون اهم حاجه ان انا مجهزه التلات حاجات دول، شيت الاكسل اللي فيه ارقام جلوس الطلبه والاسم، وبراعي دايما ان اول رو عندي ما يكونش فيه اسم، يعني اول رو اللي هو اللي احنا كاتبين هنا فيه رقم الجلوس او الاسم، او لو حضرتك مش كاتبه حاجه بس هو البرنامج ما بيخشش يشوف اول رو، وبيعتبر اول دور التعريفي، وبعد كده بيبتدي يقرا مباشره من تاني سيل. فلو حضراتكم بداتوا باول رو فيها الاسم ورقم الجلوس، هو مش هيشوف الاسم ورقم الجلوس المكتوبين في اول رو. فدايما بيبقى عندي الاسم والرقم الجلوس بادئين من تاني رو، والكولم الاولاني بيبقى رقم الجلوس والكولم التاني الاسم. ده بيانات الطلبه تكون موجوده بهذا الشكل، ده بيسهل عمليه التصحيح. احنا ممكن نصحح من غير الاسم ورقم الجلوس، بس هتلاقي حضرتك اثناء عمليه التصحيح لما هوري لحضراتكم بتبتدي تبقى مرهقه للمصحح وهو شغال لو الطالب اخطا في رقم جلوسه. وبالتالي احنا محتاجين نكون مجهزين الشيت، مجهزين الفولدر اللي فيه صور الطلاب، مجهزين الفولدر اللي فيه الموديل انسر الاربع نماذج بتوع الاجابه بتاع دكتور الماده. بعد ما بنجهزهم جوه الفولدرات بنقدر بنبدا بقى نشتغل على البرنامج بتاع التصحيح عندنا. ده نموذج الاجابه بتاع الدكتور، بنبتدي نسكانه ونحطه في فولدر لوحده، يعني فولدر الصور بتاعت الطلبه بتبقى فولدر منفصل عن الفولدر بتاع اجابات الطلاب. وابدا بعد كده خلاص انا جهزت الماده بتاعتي بهذا الشكل، ببدا افتح برنامج التصحيح الالكتروني اللي هو بشكل العين ده. هلاقي بمجرد ما بفتح البرنامج بتظهر لي الشاشه بتاعت البرنامج، هلاقي فوق في ثلاث ايقونات رئيسيين موجودين معايا، نموذج الاجابه، تصحيح الامتحان، الاحصائيات. يهمني نموذج الاجابه اول حاجه ببتدي ادخلها طبيعي، عشان اصحح الامتحان لازم اكون عارفه نموذج الاجابه بتاعه الامتحان ده. فاول حاجه ببتدي ادخلها بدخل نموذج الاجابه، بتظهر لما بدوس على نموذج الاجابه بتظهر الشاشه دي قدامي. اول حاجه فيها بلاقي حضراتكم كلمه عرض. كلمه عرض دي انا لو فتحتها هلاقي ان هي بتعرض لي نماذج الاجابه المخزنه من قبل في البرنامج، يعني ممكن اكون صححت ماده 2 3 4 على البرنامج، هنا بيبقى في نماذج الاجابه موجوده. لو انا عايزه احذف اي نموذج من نماذج الاجابه وعملت حذف هيتم حذف نموذج الاجابه اللي انا واقفة عليه. عايزة أعمل عرض هيبتدي يعرض لي برضو نموذج الإجابة اللي أنا فتحته وبتكلم عليه. هنا دي لو أنا عايزة أصحح حاجة أوريدي أنا مدخلة نموذج الإجابة بتاعتها من قبل. طب أنا لا هبدأ تصحيح من أول وجديد، هبتدي أرد على يعني أملاله البيانات اللي هو طالبها. أول حاجة بيبقى طالب مني عدد الأسئلة بتاعة الامتحان. الامتحان اللي إحنا هنصححه 45 سؤال. فابتدي اقول له ان عدد الاسئله بتاعت الامتحان ده 45 سؤال. عدد الاختيارات وبيقول لي طبعا يعني كام اختيار، بدل ما انا سبتها حتى لو عامل اربع اختيارات او عامل ثلاث اختيارات الامتحان ما تفرقش، بدل ما سبتها على الاعلى فبتبقى عندي خمسه. هنا بيقول لي الاختبار المستخدم، وده المقصود بيه نموذج الاجابه اللي الطالبه بتصحح عليه. احنا في الجامعه طابعين نموذجين اجابه، نموذج اجابه 60 سؤال ونموذج اجابه 100 سؤال. فلو انا بصحح 60 سؤال هشتغل على ال 60، لو انا بصحح على النموذج ال 100 سؤال هختار النموذج ال 100 سؤال، لان لو فتحت ال 100 على ال 60 هلاقيه ما بيقراش. هوري لحضراتكم برضو لو انا عملت الخطا ده ايه اللي هيظهر عندي. فمبدئيا انا عندي النموذج اللي انا شغال عليه 60،
درجة جميع الأسئلة. طبعا هو ممكن يقبل درجات متغيرة، بس طبعا أنا بحط في الأول الدرجة الأكثر شيوعا داخل الامتحان اللي أنا حطاه. فلو أنا افترضت إن الامتحان ده من درجتين جميع الأسئلة بتاعته، هبتدي أقول إنه الامتحان من درجتين. طبعا الأيقونة اللي تحت دي عشان عارف حضراتكم إحنا عندنا كليات يعني بتشتغل على كليات عربية أو نظرية، فبتشتغل على الشرعية بتشتغل على نموذج إجابة بالعربي، وبالتالي ببتدي أختار نموذج الإجابة ان الورق ده الورق تصميمه عربي الف ب ج د، او انجليزي زي النموذج اللي حضراتكم بتشتغلوا عليه اي بي سي. طبعا عندي اكتر من طريقه لادخال نموذج الاجابه، يا اما ادخله بالطريقه اليدويه، يعني انا هبتدي افتح هنا هو هيفتح لي خانه طبيعي هو ابتدي ادخله ان السؤال الاولاني اجابته ايه ودرجته، هو طبعا حط باي ديفولت الاثنين اللي انا حطيتها له بالاول، ابتدي بقى اغير هنا. طبعا دي طريقه مرهقه وعرضه للخطا، احنا ما بنفضلهاش في التصريح، لان اللي بيدخل ممكن يعني غصب عنه شيء مع الوقت ومع العدد التصحيح ومع الشغل الكتير عينيه تخلف فيبتدي يدخل بشكل غير سليم، او ان انا اضيف عن طريق اضافه من اكسل ان انا اقول له انا النماذج الاجابه مخزنه على شيت اكسل، حضرتك عملت نموذج الاجابه بتاعت حضرتك عملتيه على شيت اكسل، او اشتغلت على برنامج بيطلع اللي هو بتاع بنك الاسئله ساعات بيطلع المودل انسر في شكل اكسل، فحضرتك بتقولي له اضافه من اكسل، فحضرتك بتبتدي بنفتح بيبتدي يظهر عندنا يفتح طبعا الداتا، ابتدي اشوف شيت الاكسل اللي انا عندي فيه المودل انسر وابتدي اسحبه فيبتدي هو يتعرف عليه. احنا يعني الاثنين دول صراحة ما بنفضلهمش، بنفضل استخراج من الصورة ويبقى الموديل انسر الدكتور مظلل عليه في البابل شيت، عشان الدكتور لما بيجي يظلل بيبتدي يعني زي ما بيقولوا ايه، ما فيش بقى اي عرضة، ده بره المصحح اللي قاعد بيصحح على برنامج التصحيح، الدكتور عمل نموذج الاجابة وسلمه وهو سحب صورة خارج تدخل المصحح تماما وبالتالي اللي شغال على البرنامج. فاحنا بنفضل دايما ان احنا نشتغل على الاختيار بتاع استخراج من صورة. فابتدي اختار نموذج الاجابة واقول له اوبن، معلش كده انا فتحت نموذج اجابة غير اللي انا شغال عليه، هعمل الغاء، فتحت فولدر مختلف، هعمل استخراج من صورة وابتدي احدد الملف اللي انا عايز اشتغل عليه. فانا هبتدي اختار الملف بتاعي، انا حافظة حاجتي جوه الاي، هبتدي افتح فولدر المادة اللي انا كنت شغال عليه، وابتدي افتح الفايل بتاع المودل انسر، وابتدي اختار النموذج الاول، ومجرد ما اختار النموذج الاول هلاقيه اهو عمل احمر في شمال الشاشة عند حضراتكم، هتلاقوا هو حدد النقط بالاحمر اللي هو شافها. انا كمصحح برضو قاعد على البرنامج عينيا تروح على ده عشان اتاكد ان هو فعلا اكتشف كل النقط اللي الدكتور ظللها، لانه قد يكون الدكتور مظلل حاجه خفيف شويه فالبرنامج ما شافهاش، فابتدي ابص كده بعين سريعه على النقط واتاكد ان هو فعلا شاف كل النقط اللي الدكتور مظلل عليها، وهلاقي اهو السؤال الاولاني ايه، السؤال الثاني ايه، وهكذا. هو ادى كل الأسئلة درجتين. طبعا أنا لو جيت عملت له حفظ هيقول لي حضرتك ما دخلتيش مجموعة درجات النهائي، طلع لي ايرور موجود عندي. هو بيطلب مني إن أنا أدخل مجموعة درجات، لأن أنا هصحح الامتحان من 90، أوكي، طب أنا عايز أصحح الامتحان من 100، وبالتالي عشان أصحح الامتحان من 100 هبتدي محتاجة بعض الأسئلة، في أسئلة مش من 2، في أسئلة عندي من 3، هبتدي أقف على السؤال اللي أنا عايز أعدله هدي له 3، وادي السؤال رقم مثلا 7 3، واجي السؤال ده عليه 3، ممكن يقبل نص درجة برضو عادي، يعني ممكن يكون في اسئلة عليها واخدة 2.5، مفيش مشكلة دي برضو بيقبلها، 3 3، يعني اي كسر عندي 2.8 من 10، 2.5 من 10، يعني ممكن يقبل اي كسر عندي. لو انا قلت ان السؤال ده عليه 3 2.5 هيقبل 2.5، فأي يعني هو بيقبل أي كسر درجة. تيجي مثلا السؤال ده عليه 4
السؤال ده عليه 4. اجي ابص خلاص، انا لو جيت عملت حفظ هنا طبعا العداد ده احنا عاملينه ليه؟ لان ساعات لما بيبقى فيه اسئله متغيره الدرجات بيجي المصحح يفضل يدخل هنا، ممكن يدخل درجه زياده درجه ناقصه، فلو بدا يعمل حفظ هيطلع المجموع مش سليم، فده برضو يعني مراجعه على الشخص وهو بيدخل الدرجات ان هو فعلا جاب الدرجه النهائيه بتاعه الامتحان. هبتدي اقول له حفظ، هيفتح لي شاشه تانية بيقول لي نموذج الاجابه اللي حضرتك هتبتدي تحفظيه. انا ببتدي اكون مجموعه لان الامتحان طبعا مكون من اكتر من نموذج، وبالتالي عندي اكتر من اجابه. فهو لو انا لما بصحح بصحح كل النماذج على بعض، انا بدخل للبرنامج اوراق الطلاب الفرقه بشكل كامل A B C D، وبالتالي هو انا ببتدي اسحب الموديل انسر بنماذج الاجابه داخل فولدر جواه كده هو بيخزنه، فبيقول لي هتكون مجموعه لنموذج الاجابه دي، فاقول له انا هكون مجموعه جديده سي في اس تيست مثلا سميتها. طبعا انا لو عملت سبيس حاجه اقول تم حضرتك مش هيقبل، هو البرنامج ما بيقبلش السبيس، فممكن اعملها شرطه لو انا عايزه اكتب اسمين واقول له تم، يعني هو لما بيجي يحفظ الاسماء ما بيقبلش في الاسم يكون فيه سبيس، فبالتالي بعمل شرط وبعمل حاجه لو انا عايزه اكتب اسمين او حاجه جنب بعض. اهو بيقول لي ان انت النموذج اللي هتحفظه ده نموذج ايه جوه المجموعه اللي اسمها اس في اس تيست، اقول له يس هبتدي يحفظ، هبتدي استخرج الصوره الثانيه، نفرض ان انا سحبت اهو، هو اوتوماتيك اتعرف على السي، يعني انا سحبت الصوره رقم 3 مش الصوره رقم 2، هو بيبتدي يقرا وفقا لشكل النموذج المظلل هنا، يبتدي يقراه برضه هنا ويبتدي يعمل له حفظ. بمجرد ما اعمل حفظ هيبتدي هنا يقول لي ايه مجموع الدرجات مش متساوي، عشان هنا انا عندي الدرجه النهائيه الاثنين دي من 90 وده من 100، فهبتدي ادخل درجات الطلاب على سبيل. طبعا هو المفترض ان الدرجات اللي هدخلها هنا هي نفس الدرجات اللي دخلت في النموذج الثاني، يعني الاسئله متقابله، وانا عامله السؤال رقم 2 بثلاث درجات المفترض انه في نموذج ب يقابله مثلا السؤال 6 هو اللي هيبقى عليه الدرجات، يقابله في سي السؤال رقم 10 وهكذا. بس طبعا يعني سرعه فابتدي اقدر ادخل درجات مختلفه، هقول له حفظ. باي ديفولت بيفتح اخر حاجه انا كنت حافظه عليها، فهو فتح لي السي في اس تيست اللي انا كنت سايباه، هقول له تم خلاص، هيبتدي يحفظ المجموعة سي، هقول له استخراج من صورة واقول له اوبن، برضو فتح، هبتدي اشوف الاسئلة. طبعا لما تكون الاسئلة متغيرة بنطلب من دكتور المادة وهو بيسلم لنا نموذج الاجابة يدينا معاه التوزيع بتاعة الدرجات لكل نموذج، على اساس ان المصحح لما يجي يدخل، يعني لو عملية التصحيح الالكتروني بتتم بعيدا عن دكتور المادة يبقى ما فيش مشكله، اللي بيصحح بيبقى عنده المعلومات كامله. فلما بيكون ولو الدرجات كلها واحد بنطلب، يعني احنا بنطلب عاده من المفترض من دكتور الماده لما يجي يسلمنا نموذج الاجابه يكون موقع عليه هنا وكاتب اسم الماده اللي بيتم تصحيحها، وفي الخانه الفاضيه اللي المفروض الطالب بيكتب فيها الاسم، وجميع الاسئله مثلا عليها درجتين، جميل الاسئله عليها 3 درجات. لو الاسئله متغيره بيبتدي يرفق ورقه بدرجات بالتوزيع بتاعه الدرجات لكل نموذج، ببتدي اعدل الدرجات عندي وفقا للي جايالي من دكتور الماده واقول له حفظ تم، واعمل استخراج لاخر موديل عندي الاربع نماذج واقول له، وابتدي اعدل الاسئله. واقول له حفظ. تم. خلاص بيقول لي ان انا حفظت اخر مجموعه. كده انا خلصت عرفت البرنامج على الاربع نماذج بتوع الاجابه بتوع الماده اللي انا بصححها. ببتدي اخش اقول تصحيح الامتحان. بمجرد ما افتح تصحيح الامتحان بيبتدي يفتح لي شاشه جديده، الشاشه دي بتبقى طالبه مني ان انا املى 3 حاجات اللي هي الـ3 حاجات
اللي احنا كنا بنقول الفولدر بيتكون منها بتاع الماده، نماذج الاجابه، اجابات الطلاب، اسماء الطلبه اللي هي في الشيت الاكسل. ببتدي اخش اعمل اختيار النموذج، بيفتح لي هنا طبعا زي ما انتوا حضراتكم لو فتح هيجيب لي كل النماذج. لا انا هو باي ديفولت فتح اخر حاجه عنده برضو اللي هي اس السي في اس تيست. هقول له طبعا لو انا عايزه اصحح، نفرض لاي سبب من الاسباب ان انا عندي نموذجين بس من الاجابه، مش ثلاث نماذج او مش اربع نماذج، او الاوراق بتاعه الطلبه يعني انا عامله اربع نماذج بس بصحح دلوقتي نموذجين بس من الاجابه، ممكن اختار نموذج او اثنين او ثلاثه او اربعه واقول له صحح بناء عليه. او لو دوست هنا اختيار الكل طبعا هيختار اختيار لا شيء، دي بتبتدي تعلم لي على طول سريعا على كل الاختيارات بتاعه النماذج الموجوده عندي للاجابه، واقول له تم خلاص هو كده شافهم. وهلاقي بالاحمر كده ظهر عندي ان هو شايف اربع نماذج اجابه للامتحان اللي انا هبدا اصححه. اقول له اختيارات اجابات الطالب، ببتدي افتح اشوف الفولدر انا حافظاه في الاي التصحيح الالكتروني في طب ماده السي في اس، ابتدي اخش على الفوتو وده اللي هي فولدر بتاع صور اجابات الطلاب، واقول له اوكي بدأ يسيفها. بقول له اختيار أسماء الطلاب، ببتدي أفتح الفرقة التانية وأقول له أوبن. هلاقي هنا بس بيحمل شيت الإكسل سريعا، هلاقي هنا في بدأ يعمل بالأخضر كده، هو حمل الحاجات اللي فاتت. أقول له ابدأ، هو فعليا دلوقتي بدأ تصحيح أهو. ممكن حضراتكم تحسبوا الزمن اللي هيصحح فيه ال 94 ورقة، لن يتعدى يعني الدقيقة معانا. طبعا برضو سرعه التصحيح ده بتفرق على سرعه الجهاز، يعني لو البروسيسور والرامات بتوع الجهاز اللي انا شغاله عليهم اعلى وكويسين التصحيح هيستغرق زمن اقل، لو البروسيسور والرامات قليلين التصحيح هيستغرق زمن اكتر، لان دي عمليه يعني سيستم شغال كل ما كان الجهاز حديث وسريع والبروسيسور بتاعه عالي والرامات بتاعته عاليه العمليه بتاعه التصحيح بتكون عمليه سريعه، يعني بتعتمد على العوامل الاخرى مع البرنامج. هو فعليا كده انتهى من التصحيح. طبعا لو انا ما عنديش مشكله في زي ما قولوا اخطاء بتاعه الطلاب اثناء التعامل مع ورقه البابل شيت، يبقى انا بمجرد ما هعمل حفظ النتائج انا خلصت تصحيح الماده دي. لكن انا بنعاني كتير ان في اخطاء من الطلاب اثناء استخدامهم او تعاملهم مع ورقه البابل شيت. وطبعا اكتر الاخطاء اللي بتعمل لنا مشكله هي اخطاء رقم الجلوس، لان طبعا عشان الكنترول يشتغل على رقم جلوس بيحتاج رقم الجلوس عشان يبتدي يرصد درجات الطلاب، من غير رقم الجلوس ما بيبقاش عارف ورقه الطالب، وبالتالي خطا رقم الجلوس ده بيمثل يعني اهم مشكله من الطالب. فبالتالي احنا بيهمنا جدا التوعيه للطلاب في التعامل مع ورقه البابل شيت، لان هي بتسهل كتير في عمليه التصحيح الالكتروني وبتقلل زمن العمليه اللي احنا بنعملها دي. طبعا هو هنا هلاحظ في الشمال هنا عندي على الشاشه اللي انا الجنب ده ظهر عندي حاجات باللون الاصفر وحاجات باللون الاحمر. الحاجات اللي باللون الاحمر اللي هو تاني عمود الستودنت اي دي ده بيبقى خطأ في قراءة رقم الجلوس، يعني رقم الجلوس الطالب كاتبه بشكل غير سليم. الخطأ اللي بالاصفر ده بيكون يا اما ان الطالب عامل اجابتين يا اما الطالب سايب الاجابة فاضية. احنا ان شاء الله باذن الله في الاصدار الجديد الخطأ بتاع لو الطالب سايب السؤال فاضي هيكون بلون، ولو الطالب عمل الاجابتين هيكون بلون تاني عشان يسهل على المصحح عملية المراجعة. اخطاء رقم الجلوس بتيجي عندنا من اكتر من حاجه، ان الطالب يكون
مظلل رقم جلوسه مش بالشكل السليم، انا المفترض لما باجي اظلل رقم الجلوس بظلله من الشمال لليمين، بظلل العمود بيبقى فيه رقم واحد متظلل، وابتدي اظلله العمود الاول بيبقى اول او اخر رقم زي ما نقول المئات او الالاف اللي في الرقم الجلوس، وبعد كده الاحاد، وبعد كده العشرات يعني كما يسمى في العمليه. فانا بمشي المفروض رقم الجلوس بيمشي بشكل رو، يعني هو بيكتب رقم جلوسه بشكل رو في كل كولوم رقم من ارقام الجلوس بتاعته. فلما يظهر عندي يعني انا دلوقتي هبتدي اشوف، طبعا حضراتكم لاحظتوا ان في اسماء ظهرت، لو انا ما عنديش الاسماء دي ظاهره بيبقى صعب ان انا اعالج ساعات مشكله رقم الجلوس، لكن بمجرد ظهور الاسماء بيبتدي يسهل عليا العمليه بشكل كبير اكتشفها. او الرقم هو اللي عندي هنا، هلاقي الطالبه الكيس المشكله الاولانيه اللي حضراتكم شفتوها ان الطالبه هي جايه في العمود الثالث مظلله على دايرتين. طبعا هو باي ديفولت بيشوف اول حاجه قدامه بيقابلها وهو بيقرا رقم الجلوس، فهو شاف اول دايره وادى الرقم بناء عليه، وبس اداني النيرور ان الطالبه مظلله على رقمتين. وهلاقي ان هنا لما اطلع الرقم الجلوس الاي دي ما طلعش الاسم. لو رقم الجلوس، لو انا جيت بصيت لطالبه ثانيه هلاقي الطالبه اهي الاء مرتضى، وهي فعلا الاء مرتضى حازم علام مصطفى، هو كتب اسمها واداها الدرجه بتاعتها وكتب رقم الجلوس بتاعها اللي هو 18004. كتب بيانات، طبعا البيانات دي اللي اراها من شيت الاكسل، فلو في يعني بيان هو بيطابق الداتا مايك قفل. معلش بعتذر، المايك قفل، يبدو ان المايك قفل وانا شغاله. طب دكتور اسلام، انا الصوت راح من اول فين؟ بقاله فتره قاطع. من وقت ما حضرتك جبتي الطالبه الاء، يعني بعد كده ما فيش اي حاجه كانت واضحه في الصوت. تمام، طيب. زي ما قلنا احنا كانت الطالبه الاء مرتضى دي طالبه، يعني لما انا وقفت عليها طالبه ما عنديش مشكله معاها، الاجابات كلها الطالبه كلها ظاهره عندي بالوان واضحه ما فيش مشكله فيها، فكانش عندها مشكله. لكن احنا هنبتدي نخش للطالبه الاولانيه اللي معايا. ثانية واحده، الشاشه هنجت معايا. تمام، عشان انا كنت فاتحه الشاشه اللي تحت. ارجع بقى مع حضراتكم كده تاني. اهو انا وقفت على اول، هي مبدئيا ما عنديش اسم، وبالتالي ده معناها ان في مشكله عندي، والرقم الجلوس بالاحمر. هبتدي افتح عشان اصحح اي حاجه في ورقه اجابه الطالبه من خلال
ان انا ادوس على هي بعد اذنك هي الشاشه عندنا مش ظاهره. مش ظاهره كده الشاشه؟ لا. طب ارجع اقفل واشغل تاني. تمام. لا الشاشه ظاهره عندي يا اسلام. طيب وظاهر عندي ممكن في حد تاني شاشه ظاهره عندي. انا ظاهر عندي. انا ظاهر الشاشه عندي. ظاهر الشاشه عندي. خلاص تمام. ظاهر عندي برضو. تمام. وعندي كمان. طيب بفتح بدوس على الزرار بتاع الشاشه مش ظاهره عندي خالص. بعمل كليك على الايقونه بتاعه التغيير. لما هفتح ال ادوس على التغيير هيبتدي يفتح لي شاشه ثانيه. الشاشه دي فيها جزء خاص برقم الجلوس، جزء خاص بنموذج الإجابة، جزء خاص بإجابات الطالبة نفسها. الجزء الخاص برقم الجلوس أنا ببتدي أعدل وفقا لرقم الجلوس السليم بتاع الطالبة. الطالبة دي رقم جلوسها 18047. أدي بيقول لي أول رقم 180. مفترض الرقم اللي بعد كده هو ما ظهروش هنا عشان البنت كاتبة رقمين. الرقم 4 هو اللي مظهروش. لو جينا ولاحظنا معلش في الصورة اللي أنا فتحها، خامس عمود الطالبة ما كتبتش في حاجة، سابته فاضي. هي البنت ظللت بدل ما تكتب صفر في العمود الثالث وأربعة في العمود الرابع، ظللتهم كلهم في عمود واحد، وبالتالي هو مش شايف أربعة عنده حاجة. هكتب هنا أربعة، ده الرقم الناقص، وبعد كده 7. لو انا عملت حفظ كده وجيت بصيت هلاقي اهو الرقم بقى 18047، واداها الاسم دينا علي احمد عبد الرازق، ونزلها في مكانها في مسلسل الارقام. هو هنا بيرتب بارقام الجلوس، فهلاقيه نزلها هي كانت هي اول اسم موجود عندي، نزلت لمكانها وصحح رقم الجلوس وسجله بشكل سليم. هبتدي اشتغل على رقم الجلوس الثاني. دايما انا بنفضل ان احنا نصحح ايه؟ نصحح الاخطاء بتاعت ارقام الجلوس الاول، وبعد كده نخش على نبص على الاخطاء بتاعت الطالبه سايبه حاجه فاضيه او عامله اجابتين. ليه بصحح ارقام الجلوس الاول؟ عشان زي ما حضراتكم شايفين بمجرد ما بصحح رقم الجلوس بيبتدي ينزل في ترتيبه تحت، فممكن ما يتغير مكان الطالبه، اجي انسى انا صححت لها الخطا بتاعها اللي هو الثاني ولا ما صححتوش، او تعاملت مع الجزء الاصفر جزء الاجابات ولا ما تعاملتش معاه. وبالتالي بنفضل دايما ان احنا نصحح الاول ارقام الجلوس، وبعد كده نبتدي نبص للعمود الاخر اللي ممكن اساسا في بعض الاحيان حد يقول انا اديت التعليمات بشكل صريح وواضح للطلاب وعملت تدريب ليهم اكتر من مره، فان الطالب يجاوب اجابتين يسيب حاجه فاضيه يعمل اي خطا في ورقه الاجابه، ده ما يعني انا مش هاخده في اعتباري وهلتزم بالرولز اللي انا قلتها له، ان ممنوع اجابه يعني اجابه السؤال باكتر من اجابه، ممنوع يعني ما تسيبش حاجه فاضيه. يعني انا اديته شويه رولز كده في الاول، والرولز دي بتبقى مكتوبه على ورقه الاجابه بتاعه الطالب اللي بيظلل بيها. وبالتالي في دكاتره تقول لك لا خلاص انا ماليش دعوه، انا ده ما يخصنيش، انا هتعامل فقط مع اجابه الطالب كما هي في الورقه. لكن جزء رقم الجلوس انا ما ينفعش بصححوش، لاني ما ينفعش اسلم النتيجه للكنترول من غير رقم جلوس سليم، يعني من غير يعني طالبه ما يبقاش ليها درجه. وبالتالي اجزاء رقم الجلوس لازم التعامل معاها، ما فيش فيها يعني ما عندناش فرصه اخرى ان احنا نقول لا هنسيبها زي ما هي. هرجع تاني هلاقي الرقم ده، انتوا حضراتكم لو لاحظتوا هو مش معمول عليه احمر، بس هو ظاهر عندي بدون لون. هو مش معمول احمر لان اللي هو الاولاني ده، لان الطالبه مجاوبه زي ما بيقولوا هي مظلله بالشكل المفترض سليم، يعني عامله في كل عمود دايره واحده ومش سايبه اعمده فاضيه، وبالتالي هي زي ما بيقولوا الشكل سليم، لكن البنت عامله الاجابه غلط، لان يعني البنت ملهاش، هي هنا مظلله هنا اول رقم 0، وبالتالي ارقام الجلوس عندي 18، فهو مش لاقي الرقم المكتوب ده، هو مش لاقي له اسم، وبالتالي ظهر عندي فاضي. وعشان كده زي ما قلت لحضراتكم لو انا مش مدخله الاسماء
حالات زي دي ممكن تعدي على اللي بيصحح، لانه هو مش شايف احمر في رقم الجلوس مش موجود عنده، وبالتالي هو مش قادر يعني ما خدش باله من الورقه دي فيها مشكله، وبالتالي بنفضل دخول الاسماء عشان حاجه زي كده تبان. او لو طالب رقم يعني عكس رقم جلوسه، ساعات مثلا طلبه يبقى رقم جلوسها 2120 فهي تكتب لي 1210، وبالتالي هي مش موجوده في قلب السريال بس هي مظلله بشكل سليم. فلو ده مش مدخله الاسماء مش هكتشف الخطا ده غير لما يرجع للكنترول، يجي الكنترول يرصد يلاقي ان في رقم جلوس في خطا او من غير اسم او من غير درجه، فيبتدي يرجع تاني يقول لي لا ده في مشكله. فبالتالي يفضل دايما ان انا اصحح بارقام الجلوس بالشيت الاكسل اللي فيه الاسماء وارقام الجلوس. هبتدي اصحح رقم الجلوس للطالبه دي، هدوس برضو على تغيير اصحح الرقم، هي رقمها 18003، دخلت على اول واحده ال 18 عدلتها والثلاثه خلاص هعمل حفظ اهو اوتوماتيك، نزل الاء لمكانها واداها الاسم بتاعها على الورقه ويصلح لها الخطا اللي كان موجود بتاع رقم الجلوس. اخر رقم موجود عندي المفروض انه بالاحمر، الطالبه برضو مظلله على خانتين، هي البنت عملت اكس صغيره كده يعني تقول ان ده غلط، هبتدي اعمل التغيير برضو واعدل لها الرقم الجلوس بتاعها هنا واديها الواحد. طبعا الطالبه دي مش كاتبه على الورقه رقم الجلوس، احنا طبعا بنعاني ساعات اثناء التصحيح نلاقي الطلبه مش كاتبين اسمهم ومش كاتبين اي بيانات ومظللين على مجرد تظليل على رقم الجلوس. طبعا ده بيبقى يعني ساعات ممكن يعني يا ما يديش لحضرتك فرصه للتصحيح. لو الطالبه كاتبه اسمها بس وما ظللتش رقم الجلوس برجع لشيت الاكسل من الاسم ممكن اجيب رقم الجلوس واديهولها. بس ساعات بنواجه ان الطلبه برضو يعني بتتعامل مع الورقه يعني بعدم الاعتناء في الجزء الخاص بالبيانات. بس انا متاكد ان البيانات كتابه اسم الطالبه مهم جدا، لان هو ده اللي بيخلينا برضو نقدر نرجع لو في اي خطا مكتوب في رقم الجلوس. انا كده بمجرد ما عملت حفظ صحح الرقم وينزله في مكانه. واحد رايح حضراتكم نزل البنت في السيريال رقم 57 بعد ما كانت اول واحده عندي في حاجة. ابص كده انا مش عندي احمر تاني، والمفترض ان كل الارقام خلاص بتاعت الجلوس بقت بشكل سليم. هبتدي ابص على الجزء التاني الخاص باجابات الطلبة الاصفر اللي موجود عندي. طبعا هي الشاشة اللي على اليمين فيها اكتر من معلومة، احنا تعاملنا مع الايقونة او الخاصة بالتغيير. عندي الايقونة اللي تحت منها التدوير، ساعات وانا بسكان الورقه بيبقى الورق مقلوب، يعني انا لو جيت على الورقه دي وعملت تدوير هلاقي حضراتكم طلعت اهي الورقه ما اتشافتش وعمل لي اكس كده، والورقه من غير اي بيانات هلاقيها ظهرت عندي فوق في الخانه زي ما حضراتكم شايفين، لا في رقم جلوس ولا زيرو وعلامه اكس مكان النموذج. انا ساعات وانا بسكان بيبقى الورق مش معدول، وبالتالي الزرار ده موجود عشان يعني لو حصل خطا عمليه الاسكان وكان في ورقه مقلوبه نقدر نعدلها بشكل سهل، ما نعيدش الاسكان مره ثانيه ونعمل تدوير، بلاقي الورقه اتعدلت واخدت الدرجه بتاعتها بشكل سليم. اضافه صوره يدويه وحذف صوره يدويه هقول لهم لحضراتكم في الاخر، دول بنتعامل معاهم لو احنا اثناء التصحيح احنا سحبنا على الاسكان. ساعات وانا بسحب الاسكان ممكن يسحب ورقتين، وانا ما شيكتش على اعداد الورق اللي بيسلمه لي الكنترول. المفروض الكنترول بيسلمني في التصحيح الالكتروني مثلا يقول عند حضرتك عندكم هنا 112 ورقه، لا هو قال لي دي اوراق الاجابه وانا وهو ما شيكناش زي ما بيقولوا على الاحصائيه النهائيه، ما استلمتش منه بالعدد، او هو قال لي دي 112 وما وقفش معايا اثناء الاسكان وانا بسكان الورق لقيته 111 في ورقه ناقصه، او انا بسكان ما اخدتش بالي ان هو قال لي 112 ورقه او هو ما قاليش المعلومه فانا سكنت 111 ورقه، خلاص هما 111 ورقه وبدات اصحح. بعد ما صححت بدات ارجع يقول لي لا ده في ورقه ناقصه، هو المفروض الاحصائيه معايا 112 انا سلمته 111، فببتدي احتاج ان انا نرجع نراجع الورق نشوف الورقه الناقصه، ابتدي اسكنها وادخلها وابتدي احتاج ان انا اعمل عمليه التصحيح يعني اعاده التصحيح زي ما بيقولوا، او ادخال الورقه دي على اوراق الطلاب عشان بعد كده لما ارجع مثلا لو انا محتاجه الايتم اناليسز
بتاع الامتحان ده ومحتاجه الدرجات بشكل كامل حتى بالطالبه اللي كانت مفقوده، او محتاجه احتفظ بالنتائج عندي على سي دي ككنترول من التصحيح الالكتروني موجوده عندي في الدولاب متشاله بشكل سليم، وبالتالي هو محتاج يبتدي يدخل الورقه ويرجع يعمل عمليه حفظ النتائج من اول وجديد ويسلم لحضرتك النتيجه مكتمله بال 112 اسم. فالزرارين دول بيساعدوا في العمليه دي بتاعت اضافه الصوره او حذف صوره، او ساعات بس كان بيحصل اثناء عمليه الاسكان ان الورقه كده بتاخد ميول معين او الاسكان ما بيطلعش مظبوط، فلاقي الاقي الورقه دي لما اجي اصحح الامتحان ادخلها في البرنامج الاقي الورقه دي البرنامج ما شافش فيها ولا نقطه، ما شافش ولا نقطه نتيجه ان الورقه فيها يعني زي ما حضراتكم طبعا هو هتلاقوا فيه يعني علامات معينه في الورقه عشان يبتدي يقدر يخش يتعرف على الاجابات بشكل سليم، نتيجه للاسكان دي بيبقى حصل حركه ما في الورقه ما بقتش ابعادها مظبوطه على البرنامج، وبالتالي هو ما قدرش يصححها. ورقه زي دي محتاجه اعمل لها ديليت وارجع اسكانها مره تاني بالاسكان وابتدي اضيفها، فمحتاجه احذفها من فولدر الصور الموجود معايا واعمل لها اضافه. طبعا ده بيبان وانا شغاله بقى وانا بصحح حته، لو في مشكله في الصوره بتبان معايا وبيبقى سهل التعرف عليها لان بيبقى اسم الطالب وبياناته، فببتدي افر الورق بتاعي بتاع الورق الاجابه اللي جالي من الكنترول واخد الورقه دي واعمل لها اسكان وابتدي اضيفها. هوري لحضراتكم برضو عمليه الاضافه والحذف دي في النهايه بتتم ازاي. طبعا هنا ده التالي والسابق عشان اتحرك على اوراق الاجابه وابتدي اعمل استعراض لاوراق الاجابه. الاثنين الاخرانيين الاجابه صحيحه، ده نموذج الاجابه بتاع الدكتور بيقول لي ان السؤال الاول اجابه صحيحه بتاعته كانت ايه. ده نموذج الاجابه وده نموذج دي الاجابات بتاعه الطالبه ودي الاجابات الفعليه بتاعه الدكتور. طبعا الاحمر ده لما باجي ببص بقى على الجزء بتاع اجابات الطلبه هلاقي عندي ثلاث حاجات ظاهرين في الورقه، هلاقي عندي حاجات دواير سيركل عندي باللون الفسفوري ده او اللون الاخضر، والدواير باللون الاحمر، واي دايره باللون الاحمر هلاقي جنبها بوكس كده باللون الاخضر. مش عارفه حضراتكم شايفينه ولا لا، يعني ظاهر لحضراتكم في الشيرنج ولا مش واضح عشان الصوره. البوكس اللي بالاخضر ده اللي جنب الاحمر بيقول لي الاجابه الصحيحه بتاعت الدكتور فين. يعني انا لو جيت بصيت هنا في السؤال رقم 2 الإجابة السليمة بتاعت الدكتور كانت E، لكن الطالبة هنا مجاوبة عندي D، فالأحمر ده بيدل إن الإجابة بتاعت الطالبة كانت خطأ في حين إن الإجابة الصحيحة هي E. فهو هنا بس ده زي ما هو بيوضح لي سريعا الإجابات. لو أنا يعني عايز أعمل راندم اللي كده بشكل عشوائي أسحب كام ورقة من الكمبيوتر من النتائج بتاعت الطلبة اللي طلعت على البرنامج وجيت بصيت أقدر بسرعة يعني من خلال الالوان دي اعد سريعا الاجابات الخطا والاجابات الصحيحه واقدر اوصل للدرجه بشكل فعلي اقارنها بالدرجه بتاعه الطالبه اللي متاخده من خلال البرنامج. تقريبا يا مش عارفه الطالبه دي معلش هرجع، يبدو ان انا عملت حاجه معلش في رقم جلوس في خطا. تمام كده. طيب هبتدي اشوف اول طالبه عندي بالاصفر، حاجه ابص عليها هلاقي عند نموذج الاجابه السؤال السابع مدوني بالاصفر. ليه السؤال السابع مدوني بالاصفر؟ لان الطالبه جاوبت اجابتين زي ما قلت لحضراتكم. هنا بقى بترجع للي بيصحح، بترجع لدكتور الماده، بترجع لعوامل كتيرة. احنا بنصحح كراسات الإجابة العادية طبيعي الطالب ممكن يكون كاتب إجابة وراح شاطب عليها وبدأ يحل السؤال مرة تانية. أنا كمصحح يعني معظمنا وإحنا بنصحح بدل ما الطالب شاطب على إجابة في كراسة الإجابة العادية أنا ما ببصلهاش وابتدي أبص على الإجابة التانية اللي الطالب كاتبها. فهنا انا ممكن اتعامل معاه بهذا المنطق، اتعامل معاه يعني زي ما بيقولوا بروح القانون، ابتدي اخش يا الطالبه هنا يعني شاطبه على اجابه ومأكده اجابه ثانيه، والاجابه اللي مأكداها هي الاجابه الصحيحه. وانا لو انا مش واضح ليا انا بمجرد ما بدوس على ايمج
رقم الصورة اللي مكتوب هنا وافتحه بيبتدي يفتح لي ورقة الطالبة من غير أي علامات، أقدر أكبر وأتأكد من ورقة الطالبة. هاجي حضراتكم، أنا كبرت هنا أهو وبصيت، هي فعلا الطالبة عاملة إكس صريحة وواضحة على الإجابة الأولى ومؤكدة الإجابة الثانية وفقا للي بيصحح قد يرى ان لا، هي فعلا الطالبه كده اختارت الاجابه وقررت اجابتها ايه، مش متردده في الاجابه، وبالتالي اقدر اخش اعمل تغيير وابتدي اديها الاجابه السليمه اللي هي اعتمدتها فعليا اللي هي بي. لو انا لاحظت قبل ما اغير البنت دي فعليا واخده 79%، لما انا هاجي اعمل التغيير وهخش على السؤال السابع، طبعا هو يعني بما ان عامله اجابتين هو اكنه مش كاتبه ولا اجابه، فبيشوفها فاضيه، فهبتدي اديها البي. طبعا لو دوست برده من هنا هيبتدي يظهر لي الاختيارات الموجوده عندي واعمل حفظ، هلاقي البنت اهي طلعت 82. وبالتالي عدلت، اجي ابص على ورقه الطالبه خلاص ما بقاش فيها اي حاجه، وهاجي برضو ابص هلاقي الاصفر اتشال اللي موجود مكان معلم، حاجه ابص على الطالبه الثانيه اللي بالاصفر هلاقي الطالبه برضو هنا، لو جيت بصيت هلاقي الطالبه هنا في السؤال رقم 12 برضو ما يعني شاطبه اجابه ومأكده اجابه، لو جيت فتحت الصوره بتاعتها بصيت على السؤال رقم 12 هلاقيها فعلا شاطبه على الاجابه ايه، معتمدة الإجابة ب، أقدر أخش أعمل تغيير وأبتدي أعدل لها الإجابة دي وأديها الدي وأقول له حفظ، هلاقيه عدل أوتوماتيك درجة الطالبة. هبص على الطالبة دي، أجي أبص هنا ألاقي الطالبة السؤال 19، أجي أبص على السؤال 19 هلاقي الطالبة سايباه فاضي، خلاص يبقى ده طبيعي ما فيش حاجة تتعمل فيه، يبقى هبتدي اتجاهل الاصفر ده وابتدي اخش على الورقه اللي بعديها. عشان كده قلت لحضراتكم انا اصفر ده مش هتعامل معايا، عشان كده قلت لحضراتكم اصلح ارقام الجلوس الاول عشان في اصفر هضطر اتجاهله ويفضل موجود معايا، وبالتالي عشان عينيا ما تخلفش وارجع افتح حاجه انا فتحتها قبل كده يبقى اخلص من الجانب بتاع ارقام الجلوس، وبعد كده ابص على اجابات الطلاب. حاجه ابص على الطالبه دي حاجة الاقي انها 13 شاطبة، بس انا لو جيت كبرت الصورة دي هلاقي الطالبة شاطبة على الاجابة الصحيحة، وبالتالي خلاص انا مش هعمل لها حاجة وهسيب لها الورقة بتاعتها زي ما هي. لو جيت بصيت على السؤال رقم 13 هلاقي البنت شاطبة على الاجابة الصح، وبالتالي خلاص يبقى هي يعني قصد الاجابة الخطأ، وبالتالي خلاص هتجاهل برضو، يعني مش هعمل لها حاجة، مش هغير في ورقة البنت دي حاجة، وهنزل على الطالبة اللي بعد كده وابتدي اشوف، هلاحظ ان الطالبة دي اهي عندها اجابتين، هبتدي اعتمد لها الاجابة السليمة لان هي فعليا شاطبة على الاجابة الخطأ ومأكدة الاجابة السليمة، بي، وابتدي اعمل حفظ، هلاقي اعدل، ابتدي اخش على البنت اللي بعد كده برضو شاطبة على الاجابة ومأكدة الاجابة السليمة، وهكذا بقى عندي في كل يعني هبتدي امشي على الاوراق. طبعا معظم الاخطاء يا اما الطالبه بتبقى سايبه السؤال فاضي يا اما عامله اجابتين، ومجرد ما بعمل كده بيبتدي يعدل وبيبتدي يكتب الدرجات بشكل سليم. البنت الطالبه زي دي تقريبا هي مش معتمده حاجه، يعني هي لو انا جيت كبرت الصوره وجيت هي البنت هنا مظللة على السؤالين، بس طبعا يعني برضو في بعض، هي البنت هنا ده تقريبا التظليل ده بالرصاص والتظليل ده بالاسود او التظليل ده بالاسود وده، فقد تكون البنت برضو يعني لو جيت بصيت في الورقة بتاعتها كلها هلاقي يعني الستاندر بتاعها ان هي مظللة بالازرق تظليل عادي، ودي اللي بره
فقد تكون البنت كانت بتشطب على الاجابه دي، هي ما عملتهاش اكس صريحه بس حاولت تزيلها بشكل ما. زي ما قلت لحضراتكم دي بترجع للي بيصحح، هل انا هعتمد كل يعني شايفه ده الستاندر بتاعها فانا هعتبر الستاندر، يبقى هي كانت قصده الاجابه بي، وبالتالي هبتدي ارجع للبنت هلاقي الاجابه بي دي اجابه سليمه فهبتدي اروح اديها. حد تاني وهو بيصحح، كلنا اثناء ورقه الاجابه ممكن اخد ورقه اجابه انا ادي للبنت وانا بصحح اديها 10 وقد يديها حد تاني 11 قد يديها 9. ساعات في حاجات بتبقى تقديريه للدكتور وفي حاجات ما ينفعش خلاص، هي البنت لا هي البنت شاطبة على الإجابة السليمة فأنا بالتالي مش هقدر أعتمدها، يعني في حاجات خلاص ما لا تحتمل إن أنا أخش أعالجها. حاجة زي كده، هي البنت كتبت على الجنب، هي البنت هنا ما شطبتش، هلاقي لو أنا فتحت الصورة دي هلاقي البنت كتبت هنا ان هي قصده ايه وكتبت هنا ان هي قصده بي، وبالتالي ممكن اخش اعتمد لها الاجابه اللي هي اختارتها فعلا واكدت عليها اللي هي هنا كانت بي، لان هي الاجابه السليمه. وطبعا لما تبقى الاجابه غلط خلاص ما بخشش اعدل في حاجه، لان ما يعني مش هيغير من الواقع شيء. وهكذا بقى هبتدي ابص كده، زي البنت دي هي عامله خطا هنا وعامله صح. طبعا مع كتر التصحيح العين يعني بتجيب طبعا ايه بشكل سريع الاخطاء اللي في الورقه. الاقي اهي بصيت هنا الاقي البنت عامله خطا هنا وعامله صح ومكده الاجابه دي، هبتدي اخش يعني على هذه الاجابات، الاقي البنت هنا عامله بي معتمده دي الاجابه الصح وحاولت تزيل الاجابه هنا. طبعا الكوريكتور هنا في كوريكتور، هتلاقي حضراتكم كده ان في اجابه للسؤال 16 البرنامج ما شافهاش، وده نتيجه الكوريكتور اللي حصل في الورقه بيعمل بعض التشويش في قراءه البرنامج. وبالتالي احنا دايما بنقول بلاش استخدام الكوريكتور، بلاش استخدام الكوريكتور لانه بيشوش. هتلاقي بصوا حضراتكم لو جيتوا طلعتوا اخر الورقه فوق كده مكان ما السهم اللي انا بشاور بيه، هتلاقوا البوكس بتاع السؤال رقم 16 موجود فوق في اخر الصوره. لو حضراتكم جيتوا شفتوا الصوره دي هتلاقي البنت حاولت تتعامل بالكوريكتور مع الورقه، وبالتالي الكوريكتور بدا يعمل تشويش للبرنامج اثناء القراءه وما خلاهوش يشوفوا النقطه دي. فعشان كده احنا بنقول يعني وكاتبينه تعليم في قلب ورقه البابل شيت عدم استخدام الكوريكتور. فهنا بقى هضطر اتدخل وابتدي اعدل لها الاجابتين دي، اديها الاجابه ايه للسؤال 16 وابتدي اديها الاجابه بي للسؤال اللي هي عملت عليه كوريكتور، وهكذا يعني بكل الاخطاء. انا بحاول اعدي على الاخطاء عشان اوضح لحضراتكم الاخطاء الشائعه، لان دي اللي بناكد عليها واحنا بنوعي الطلبه اثناء استخدام الامتحان. هنا اول دي كانت اصفر لان اول اجابه هنا هي كانت فاضيه، البنت سايبه السؤال فاضي وبالتالي هو ظهر معايا بالاصفر. ده طبعا هيريح هي لما يعني جابت الصوره بشكل جابت اول سؤال البنت مش مجاوباه. فطبعا يعني ده اثناء التوعيه للطلاب بتفرق كتير وتسهل علينا عمليه الاخطاء دي. هنا برضو البنت هيك كاتبه اجابتين واحدهم صح والتاني غلط، هي برضو عامله خطا، لو كبرنا الصوره هلاقيها عامله خطا على الاي ومأكده الاجابه بي، وهكذا اثناء هلاقي هنا هي البنت عامله يعني زي ما قلت الديفولت بتاعها ان هي بتملى الاجابه كلها، هي بدات تجاوب هنا وبعد كده رجعت يعني في كلامها واكدت على الاجابه. هتلاقي حضراتكم كده لو بصيت انا لكل الاجابات بتاعت الطالبه دي هلاقيها ان هي بتملى دايما الدايره كامله، هلاقي ان هي هنا عملت نص الدايره بس، فبالتالي ده اشاره ان هي كانت قصده الاجابه دي. وهكذا هبتدي امشي على كل الاخطاء. هبتدي امشي على كل الاخطاء الموجوده. هنا هلاقي في اصفر كتير، الاصفر الكتير ده نتيجه ان الطالبه سايبه اجابات فاضيه، هلاقي السؤال الثالث السؤال الرابع
السؤال السابع والسادس البنت سايباهم فاضيين. اجي ابص على الطالبه دي هلاقيها سايبه برضو اهو. لو بصيت هنا انا عينيا ما جابتش، جيت فتحت الشاشه اخر نموذج الاجابه بتاع الطالبه اللي هي اخر كولوم موجود عندي هنا، الاقي ان هي سايبه السؤال 14 فاضي. هاجي ابص على السؤال 14 فعلا البنت سايباه فاضي. واجي ابص تاني عنديش اصفر عندي اخر اصفر اهو ظاهر هنا، اشوف اجي امشي كده هلاقي السؤال 17. اجي الاقي السؤال 17 الاقي البنت فعلا سايباه فاضي. بدل من البنت سايبه فاضي مش مأكده مش عامله اي حاجه خلاص مش هتعامل مع الخطأ اللي هنا. انا كده المفترض ان انا دخلت على اوراق الطلبه وبدأت اشوف الاخطاء اللي موجوده بتاعت الطلبه. خطأ بيتم تصحيحه لو البنت عملت اجابتين، عملت حاجه وعملت اكس فعلا ومسحت الاجابه، بخش اصححها. وده اللي احنا بنقوله لو احنا مأكدين. انا بقول دايما للطلبه ايه؟ جاوبوا بالقلم الرصاص الاول. على فكره هو البرنامج فعليا بيكتشف الرصاص التقيل، يعني لو انا البنت محطه عامله عندي بالتوبي القلم التوبي البرنامج هيقراه، بس احنا بنخاف من البنت ما تتعاملش مع قلم رصاص تقيل، او تتعامل مع قلم رصاص تقيل وتيجي تمسح يعني زي ما بيقولوا تبهدل الورقه، الاستيكه بتاعتها ما تكونش جيده. وعشان اقول التعليمات لا هاتوا قلم كذا، لا هاتوا استيكه كذا، زي ما بيقولوا يعني الطلبه ما عندهمش يعني الالتزام، مش كل الطلبه عندها الالتزام ان هي تلتزم بالتعليمات الموجوده. وبالتالي بنقول للطالب لا معلش جاوب بالجاف عشان ما يبتديش يبقى في تظليل خفيف فالبرنامج ما يقدرش يشوفه ما يمسحش فيبتدي القلم الرصاص الاستيكه تبقى مش حلوه فتبتدي تروح على السؤال اللي قبلها والسؤال اللي بعدها وهكذا. فبناكد على الطلبه تجاوب بالقلم الجاف، بس بنقول لهم الاول حضراتكم يعني جاوبوا اعملوا شرطه بالقلم الرصاص او اعملوا يعني خفيف كده بالقلم الرصاص، وحضرتك بتراجعي اتاكدتي من اجابتك خلاص حبريها. لقيت الاجابه مش كاتبين ان انت عامله بالقلم رصاص خفيف هتمسحها مش هتبان، يعني خلاص هتقدر تمسح مكان الاجابه وتبتدي تاكد الاجابه، او جاوبي في ورقه يعني علمي في ورقه الاسئله وفي النهايه ارجعي انقلي في ورقه الاجابه. فاحنا دايما بنقول للطالب يعني ابدا الاول بالرصاص الخفيف ولما تتاكد من اجابتك ما تمسحوش، ارجع ظلل عليه مره ثانيه بالقلم الجاف عشان نتلافى حته الاجابتين بتاعه الطلبه. فطبعا دي الاسباب اللي بتعطل اثناء التصحيح الالكتروني، ان الطالب يكون عمل خطا يا اما جاوب زي ما حضراتكم شايفين كده سايب حاجات فاضيه او مجاوب بجابتين، فانا كدكتور برجع راجع تاني، او عامل حاجه خطا في رقم الجلوس. بمجرد ما انتهيت من عمليه التصحيح دي ببتدي اعمل حفظ للنتائج. طيب انا عندي هنا ضررين، حاجه اسمها حفظ النتائج وحاجه اسمها حفظ عمليه. ايه الفرق ما بين حفظ النتائج وحفظ العمليه؟ حفظ النتائج انا حضرتك خلاص عملت كل التصحيحات بتاعت ارقام الجلوس وبتاعت الاجابات بتاعت الطلاب، وخلاص انتهيت من النتيجه من تصحيح الاوراق دي، هبتدي اعمل حفظ النتائج هيبتدي يطلع لي النتائج النتيجه بتاعت الطلبه في التقارير اللي هنشوفها دلوقتي اللي بتخرج من البرنامج. طب نفرض ان انا بصحح حاليا ماسكه الورق وعم بعمل عمليات زي ما حضراتكم شايفينها كده تعديل في بعض الاوراق بتاعه الطلاب، ولاي سبب من الاسباب احتجت ان انا اقوم واقفل الجهاز وامشي اروح، جالي اجتماع جالي اي حاجه سبب طارئ واضطريت ان انا اسيب، هل هقفل البرنامج ولا يعني هضيع كل التعديلات اللي انا قعدت عملتها؟ ما برضو واحنا شغالين التصحيح ده بياخد مجهود اللي انا عملته التعديلات اللي انا عملتها في اوراق الطلاب، هل اقوم قافل البرنامج وماشيه؟ لا، اعمل ما يسمى بحفظ العمليه. بمجرد ما هتك على حفظ العمليه هيفتح لي شاشه بيقول لي حضرتك عايز تحفظ العمليه دي فين؟ هقول له احفظها لي داخل الفولدر بتاع الماده باي حاجه يعني نوت اند عمليه غير منتهيه بروسيسور نوت اند اي حاجه يعني هسميه الفايل بحاجه تشير. ويا ريت اشوف انا كنت واقفه عند انهي طالبه عشان لما ارجع تاني للفايل، يعني انا واقفه عند السيريال نمبر كام؟ انا واقفه عند الطالبه اللي السيريال نمبر بتاعها
مش هنقفل تاني، انا واقفه هنا اهو، انا اثناء ما انا شغاله اضطريت اقوم عند الطالبه رقم 41، يعني انا كنت اخر حاجه براجعها الورقه رقم 41، فاعمل حفظ عمليه وابتدي اسميها مثلا نوت اند، واكتب الرقم بتاع 41 عشان لما اجي ارجع تاني اعرف ان انا خلاص كل الجزء الاولاني انا خلصته، سواء انا في الاحمر او في الاصفر انا انتهيت، انا واقفه عند الطالبه رقم 41، واعمل سيف واقفل البرنامج واقفل الجهاز واروح اعمل اللي انا كنت بعمله او اللي انا هعمله. هرجع تاني يوم افتح الجهاز، افتح البرنامج، لو انا طبعا يعني وانا اوري حضراتكم هي العمليه اتسيفت ازاي، اجي افتح الاي فولدر فولدر هلاقي فيه ظهر عندي، انا كنت شغاله على ثلاثه بس، الفولدر اول ما بداته كان فيه الموديل انفر والفوتو وشيت الاكسل اللي فيها اسماء الطلبه، هلاقي اهو حاطط لي كون لي فايل جديد الاكستنشن بتاع الاهو ده الاكستنشن بتاع البرنامج، عشان اقدر خلاص انا مجرد ما هفتح ده من على البرنامج هيبتدي يسترجع كل العمليات اللي يعني اخر عمليه انا كنت واقفه فيها في هذا الورق. طبعا انا خلاص انا اوريدي عامله نموذج الاجابه ومدخله البيانات، انا كنت في مرحله التصحيح، هبتدي الاقي عند حضراتكم هنا في ايقونه كده اسمها تحميل العمليه، لما هدوس على تحميل العمليه بيرجع يفتح لي يقول لي حضرتك يعني عايز يفتح لي الشاشه دي، هو طبيعي فاتح على اخر حاجه انا كنت واقفه عليها، فبقول له انا عايز افتح العمليه اللي هي نوت اند واقول له اوبن، هلاقي حضراتكم بدا يحمل بيرجع يتاكد يقول لي الصور الشاشه اللي طلعت كده بيلود المكان اللي فيه الورق الاجابه، لان قد يكون ان انا مثلا كنت بصحح على جهاز ما ولأي سبب ما يعني انا ما كملتش عمليه على نفس المكان، او جيت غيرت المكان اللي انا كنت حافظه فيه انا وانا ماشيه، طب انا كنت شغاله على الديسك توب لاي سبب من الاسباب كنت فاتحه الفولدر بتاعي وشغاله على الديسك توب واضطريت امشي، فمطرح ما مشيت قبل ما اعمل ما سبتوش على الديسك توب، لا انا دخلته بقى رجعت ودخلته جوه الاي عشان اي حد يفتح الجهاز يعمل اي حاجه ما يلاقيش الداتا قدامه كده مباشر، لا اخش على الـ على الـ على المكان البارتيشن اللي انا مخزنه فيه الداتا الاي دي ودخلت الملف جوه، لو انا قلت له افتح هو هيشوف يعني انا كنت مخزنه ان الصور على السي على الديسكتوب، هو اوتوماتيك لو انا فتحت مباشره والصور على الاي هنلاقي حضرتك فتح الاجابات بتاعه الطلاب فعليا، بس هلاقي ان الصور مش ظاهره، مش شايفه اوراق الطلاب، وبالتالي محتاجه اقول له لا هي الصور عندي، فبعمل ايه؟ برجع للمكان اللي انا بقى نقلت فيه الصور، يعني الفولدر اللي انا نقلته انا رجعت خلاص انا كنت حاطاه في الاي، دخلت شلته من الديسك توب وحطيته في الاي، وابتدي افتح المكان اللي فيه الصور اهو الفولدر بتاع الفوتو، اقف عليه وابتدي اخد اعمل زي ما بيقولوا وانا واقفه فوق كده واقفه على الصور دي، اخش اخد الاكستنشن بتاعه كوبي وابتدي ارميه في المكان اللي هو الـ طبعا هو زي ما حضراتكم كده انا لما عملت عمليه التغيير كده او طلع لي ايرور في البرنامج وقال لي ان في ايرور، وهتلاقي حضراتكم هو ممكن هيفتح يعني قد هيحمل عمليه بس هيلاقي ايرور في الموضوع، فانا بقول له لا هو مكان الصور بتاعي المكان الفلاني، واقول له افتح اوكي،
فهيبتدي اهو عند حضراتكم يحمل الصور. وطبعا هنا كده مجرد ما هيخلص التحميل هيرجعني للشاشه اهو حضراتكم الاصليه. طيب هتلاحظوا حضراتكم ان هنا تقريبا انا لما سحبت الاكستنشن زي ما شفتوا حضراتكم كده انا سحبت الاكستنشن سحبته غلط، وبالتالي هو جاب الاجابات. يعني هتلاقي حضراتكم هو هنا قاري الاسماء وقاري التعديلات وما فيش ولا خطا في رقم الجلوس، لكن مش قاري الورقه، مش شايف الصوره بتاعت ورقه الطلبه اللي متسيبه. وبالتالي لو انا بقى جيت عملت عمليه تاني وحملت بشكل سليم وقلت له اوبن، انا بعمل الاكستنشن بتاع الفولدر من بره مش الصور نفسها، فابتدي انا واقفه هنا على الاكستنشن بتاع الصور واقول له كنترول سي، وابتدي اخش هنا واقول له كنترول في واقول له اوكي. هتلاحظوا حضراتكم ان هو بيحمل هيبتدي يفتح لي الصور في المره دي. معلش يبدو ان في ان هو هي يعني طب معلش هنقفل تاني وارجع اعمل لحضراتكم العمليه دي تاني. طيب نفتح البرنامج تاني. هعمل تصحيح امتحان، هعمل تعميل العملية واخش اعمل الاوبن. تمام. هو طبعا هو باي ديفولت يعني انا لو دوست اوكي كده في الاول هنا هو هيرجع حضراتكم هيفتح صور عشان هي متسيبه في مكانها. هرجع اعمل لحضراتكم العملية بعد كده تاني اللي من غير ما يكون متسيب في مكانه. ورجع وفتح يعني طبعا عشان هو الاكستنشن على نفس مكانه انا ما عملتش اي تعديل. فتح تاني وحضراتكم بقى هبتدي اخش عند الطالبه رقم 41. يعني لو حضراتكم لاحظتوا ما فيش اي احمر موجود في ارقام الجلوس، طبعا في اصفر لان احنا كنا سايبين حاجات بالاصفر اوريدي، فالمفروض ان انا هخش عند الطالبه 41 وابتدي ابدا من عندها واعمل التغييرات المفروض اعدلها في الاجابات بتاعه الطالبه لو في حاجه في الطالبه لسه عايزه تتعدل. بعد ما اعمل التعديلات النهائيه هعمل حفظ نتيجه، بمجرد ما اعمل حفظ نتيجه هيبتدي يفتح لي الشاشه اللي بملى فيها المعلومات الاساسيه بتاعه الماده اللي انا بصححها. ابتدي مثلا انا بصحح هنا لكليه الطب، هكتب كليه الطب بنات. الماده دي فصل دراسي اول، فصل دراسي تاني، الفرقه اللي انا بصححها دي الفرقه الثانيه. لو انا بصحح في قسم معين او الطلبه داخل قسم معين، طبعا هو ده مش القسم بتاع يعني هو المفترض مقصود بالقسم ده ان انا بعض الكليات بيبقى فيها تشعيب، بيبقى الطالب مثلا انا عندي تجاره البنات في سنه ثالثه بيبقوا سنه ثالثه قسم احصاء، فببتدي اكتب التشعيب هنا بتاع الطالب نفسه وهنا اسم الماده وابتدي اعمل سيف. بيبتدي يفتح لي الشاشه الثانيه بيقول لي حضرتك عايز تسيف النتائج فين؟ فبقول له ان دي الريزلت للماده سي
في اس واقول له سيف. طبعا انا بسيب جوه يعني الفولدر اللي انا مكونه جوه البيانات كانت بتاعتي من الاول، واقول له سيف. بمجرد ما بعمل سيف هو دلوقتي بيسيب النتيجه، بمجرد ما ينتهي من عمليه الاو خلاص هو كده خلص. يعني اقل من يعني 15 ثانيه اعتقد كان انهى عمليه التصحيح. لو جيت بصيت بقى على فتحت الفولدر بتاعي بتاع الماده بتاعتي، هلاقي كون جواه ايه؟ كون جواه فولدرين تاني، فولدر اسمه ريزلت وفولدر اسمه وشيت اكسل او فايل اكسل اسمه ريزلت سي في اس. الفايل بتاع الاكسل ده او زي ما حضراتكم شايفينه جواه المعلومات، اسم الطالبه، رقم جلوس الطالبه، الاسم بتاعها، الريزلت، الدرجه بتاعتها، الفيرجن اللي هي الورقه اللي كانت ممتحنه عليها، هي ممتحنه على نموذج ايه ولا بي او سي، ورقم الصوره، عشان لو انا عندي مشكله ما في اي ورقه من اوراق الطالبه اقدر ارجع بسهوله للصوره بتاعتها من ملف الصور. الرقم ده هو ملف الصور اللي مسيبها، يعني 45 الصوره ايمج 45 للطالبه اسماء سالم عمر. لو جيت انا فتحت الفوتوز وجيت دخلت على ايمج 45 هلاقيها الطالبه اسماء سالم عمر. هبص على اي حاجه انا عايزه اشوفها في الورقه بتاعتها، واقدر يعني لو محتاجه اعمل اي شيء اقدر اعمله. معلش قفلت الفولدر. ده فيما يخص فولدر الريزلت اللي هو شيت اكسل. طبعا الشيت الاكسل ده مهم لان في بعض البرامج بتاعه الرصد بتاعه الكنترول بقدر ارصد مباشره من الاكسل عليها. يعني الاكسل سهل جدا ان هو يخش الداتا بتاعته تخش على اي برنامج. ففي برامج في الكنترول، برامج من بعض برامج الكنترول اقدر ارفع النتيجه اوتوماتيك من شيت الاكسل، ما اعملش عمليه الرصد اليدوي ان انا ابتدي ادخل الدرجه درجه للطالبه، وبالتالي بيفيدني شيت الاكسل اللي طالع ده في هذه العمليه لما اكون برصد من خلال قوائم. لان ده طبعا زي ما حضراتكم بيعمل يعني تقليل في مجهود في عمل الكنترول. يعني لو انا البرنامج مجهز بحاجه زي كده يبقى انا عمليه التصحيح لن تستغرق يعني ربع ساعه او 10 دقائق لو ما فيهاش تعديلات. عمليه الرصد لن تستغرق دقيقتين لو انا برفع على طول من شيت اكسل، يبقى العمليه كلها انتهت في زمن سريع جدا من الوقت اللي احنا بنستغرقه كتير في الكنترول. هلاقي الفولدر بتاع الريزلت ده اللي فيه اكتر من حاجه اتفتحت لي، فيه اكتر من حاجه ظهرت فيه. ظهر فيه الانريد ايمج ده لو البرنامج لاي سبب من الاسباب ما قدرش يتعامل مع صوره او ورقه من الورق اللي دخلت له، انا دخلها له 112 ايمج، البرنامج لاي سبب من الاسباب ما قدرش يتعرف يشوف الورقه نهائيا، فهيرمي لي انا دخلت له 112 صوره، هيرمي لي الصوره اللي ما قدرش يتعرف معاها ويدخلها عنده في عمليه التصحيح في الفولدر اللي فيه انريد ايمج. الحمد لله الحمد لله احنا فعليا اثناء عمليه التصحيح اللي تمت الحمد لله ما فيش اي صوره اترمت عندنا في الفولدر ده. يعني ده شيء الحمد لله. الايمج بي دي اف ده الفولدر اللي الصوره اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوها اثناء على البرنامج، هو طلع لي شيت كامل ال 112 ورق اللي انا صححتهم، الاسم والدرجه ورقم الجلوس والفيرجن اللي البنت امتحنت عليه، وفي التظليل اللي هو اللي بالالوان اللي حضراتكم كنتوا شايفينه اللي هو طبعا لو البنت مجاوبه بشكل غلط قلنا هتكون الاجابه بتاعتها باللون الاحمر، والاجابه الصحيحه بتاعت الدكتور بمربع اخضر. لو البنت يعني اجابتها سليمه هلاقي الدايره بتاعتها بقت الدايره اللي باللون الاخضر او الفسفوري اللي ظاهر عندنا. لو انا بصحح ومحتاجه يعني اطلع سريعا اي رقم جلوس، يعني انا براجع في الكنترول عايزه الورقه رقم 18074، بمجرد ما هكتب في الفايند 18070 واعمل انتر هلاقيه اتعرض جاب لي مباشره الورقه اللي انا بدور عليها عشان بنت عامله تظلم.
وانا محتاجة افتح ورقتها واتأكد منها. بمجرد ما هبتدي اجيب الورقة دي اقدر يعني اوتوماتيك اعرف الاجابات الخطأ بتاعتها. لو انا معايا نموذج الاجابة بتاع الدكتور اقدر سريعا اراجع بشكل سريع واتأكد ان البنت دي ما يعني لا يعني الدرجة بتاعتها سليمة ولا تستحق اي شيء، وابتدي ارد على التظلم اللي متقدم لي لأي سبب من الأسباب. احتجت ده الأوتبوت خارج عندي بمثبت فيه اسم الطالبة اللي موجود اوريدي على الورقة. طبعا في بعض الأحيان الطلبة بتكتب أرقام جلوسها بشكل غير سليم، بس هي كاتباه بالشكل الديفولت المفروض زي ما قلت لحضراتكم. ساعات في حاجات ما بتطلعش بالأحمر، يعني خطأ في رقم الجلوس ما يطلعش بالأحمر. بيحصل إن الطالبة تكون كاتبة رقم جلوس وبرضو ظهر عندي باسم. لو هي كاتبة رقم جلوسها باي ديفولت بشكل سليم وهي مش موجودة في السيريال بتاعي مش هيبقى فيه مشكلة. لكن ساعات بيحصل ان البنت بتكتب رقم جلوس طالبة بنت غايبة. طبعا الكنترول وهو بيرصد بيبتدي يكتشف ان في ان في بنت ملهاش مش غايبه وملهاش درجه عنده، او بنت غايبه. هو غالبا بيقول لك بيلاقي البنت اللي مش ظاهر درجتها. طبعا هو لو راجع الغياب في الاول هيبقى اسهل، لانه هيبان البنت الغايبه هيلاقي ملهاش غياب مش ظاهره في الغياب. انا هوري حضراتكم دلوقتي هو بيطلع لي الغائبات بدل ما انا دخلت شيت الاكسل اللي بيطلع لي الغياب اللي موجود عندي. فالاسهل ان انا اراجع الغياب الاول وفقا للسلبسات بتاعه الغياب عشان اتاكد ان كل البنات فعلا غائبات. لان لو البنت كاتبه رقم بنت غايبه مش هتظهر معايا غير بعد عمليه التصحيح، لان ما بيبقاش فيه. لو بنت كتبت رقم جلوس بنت زميلتها ده بيظهر عندي في شكل الاحمر، والاقي انا لو جيت فتحت الاحمر ده يعني حاول اوري حضراتكم كيس بالشكل ده الاقي الرقمين واحد منهم احمر والتاني بلا لون. اجي افتح البنت ابص عليها لا ده كاتبه اسمها سليم وكاتبه كده. اجي ابص على البنت اللي تحتها هلاقي البنت اللي تحتها لو جيت بصيت عليها الاقيها الاسم اللي متسجل فوق في الورقه غير اسم البنت الفعليه. دي البنت بتبقى كاتبه رقم جلوسها، فابتدي من خلال الاسم اعرف ده مين اللي كاتبه الرقم غلط او مين اللي مبدله مكان زميلتها واقوم معدله رقم الجلوس. برضه في الفيرجن الثاني هو زي ما قلنا عندنا الاخطاء بتظهر بنفس اللون، يعني رقم الجلوس اخطائه كلها سواء تكرار او خطا بيظهر بالاحمر زي بالظبط الخطا بتاع ان البنت تجاوب اجابتين او تسيب الاجابه فاضيه بيظهر بالاصفر. برضه في الفيرجن ان شاء الله باذن الله الاحدث لو في تكرار هيظهر بلون مختلف عن لون الخطا بتاع رقم الجلوس العادي عشان العين يعني تخش مباشره وتركز لا ده تكرار. فابتدي ابص على الاسم اللي متسجل اللي مقري من شيت الاكسل والاسم اللي الطالبه كاتباه بالفعل عشان اقدر احدد سريعا هي الورقه دي ورقه انهي طالبه او رقم الجلوس السليم بتاع مين. زي ما حضراتكم كده ده فولدر بال 94 صوره اللي دخلوا معايا كلهم بنفس الطريقه اقدر ارجع لاي حاجه بشكل سريع. الماي بروسيس دي عشان دي اخر حاجه خالص انا اشتغلتها، بعد لما بعمل النتائج هو مباشره بيعمل لي بيكون لي الفايل ده عشان زي ما قلت لحضراتكم لو في اخطاء والكنترول بيرصد بنت عنده زي البنات اللي بتكتب ارقام جلوس بنات غايبه، وانا برضو في النهايه عايزه احتفظ بشيء سليم فبالتالي برجع للتصحيح اقول له يعني اعمل التعديل ده وهيعدل. فبدل ما يرجع يصلح كل حاجه لا هيفتح اخر عمليه يعدل البنت اللي فيه خطا في رقم جلوسها ويرجع يعمل حفظ من اول وجديد فيحفظ له النتائج بشكل سليم. فايل اسمه ريزلت ده الفايل اللي حضراتكم بتشوفوه ده يعني اخو شيت الاكسل ده يعني تقرير كده بي دي اف سريع بالدرجات طالع بالبيانات اللي احنا كنا كاتبينها وادي اسم البنت. بس احنا التقرير عندنا بس هنلاحظ ان هو طالع عرضي مش طولي 18001 18002 18003 ماشي رو مش كولوم. البنت رقم الجلوس الاسم الدرجه النموذج اللي امتحنت عليه الصوره بتاعتها عشان لو عايزه هلاقي انا في اخر الشيت ده هو الحمد لله ما كانش عندي غياب
هوري حضراتكم نموذج كده. المفترض لو في غياب اخر الشيت هلاقي هنا الاسماء والغياب، هي الماده اللي احنا كنا مصعاها دي نسبه الحضور كانت 100%. هوري حضراتكم تقرير في غياب. اخر حاجه هلاقي فايل اسمه statistics اللي هو الفايل بتاع الاحصاءات، اللي هي احصائيات البدائيه بس، اللي بيقول حضرتك كام طالبه جاوبت على السؤال ده بشكل سليم. لو انا رجعت فتحت برنامج التصحيح وعملت دوست على الاحصائيات ودخلت هنا على الايقونه اللي اسمها اعرض النتائج، بمجرد ما بدوس عليها بيقول لي عايز تعرضي انهي نتائج، فبقول له بفتح الفرضه اللي جوه الريزلت وابتدي اخش على الفايل بتاع الستاتستيك واقول له اوبن، بيبتدي يعرض لي هنا. طبعا هو هنا طالع الاجابه بنسبه 100%. ليه؟ لان انا بقول له اقل درجه او الحد الادنى بتاع النجاح عندي هنا محطوط باي ديفولت هم عاملينه 10، لكن انا مثلا هحطه 50 او 48 يعني ايا كان بقى. طبعا حضراتكم ممكن ساعات فيها عند حضراتكم حاجات 150 حاجات من 200 حسب الماده اللي حضراتكم بتصححوها. بمجرد ما هبتدي اخش على النماذج هيبتدي يعمل عمليه ريفرش كده، هلاقي اهو النموذج ايه، نسبه النجاح فيه 96. لاحظوا حضراتكم ان نسبه النجاح اللي بتطلع هنا في الجزئيه في لما بعرض نموذج نموذج، نسبه النجاح بتاعه الطلبه اللي امتحنت على النموذج ده، هلاقي عندي هنا كده تحت مكتوب عدد الطلاب 24 طالبه امتحنت على النموذج ايه، عدد الطلاب اللي نجحوا 23 طالبه وطالبه واحده اللي جابت اقل من 48 او سقطت في هذا الامتحان. هلاقي حضراتكم ان هنا اسئله عادي مفيش اي لون وحاجات عليها اصفر، وساعات بيبقى الاصفر ده احمر، ده بيديني مؤشر لعدد الطلبه اللي جابوا السؤال ده بشكل سليم، قدروا يتعرفوا على اجابه السؤال ده بشكل سليم. اجي الاقي ان السؤال الاولاني 19 طالبه من ال 24 جاوبوه بشكل سليم، 18 لما بينزل الحد عن النص بلاقيه بدا يعمل لي الارم كده ويقول لي ان ده بالاصفر، يعني السؤال الرابع 10 طلاب بس اللي قدروا يتعرفوا على الاجابه بشكل سليم، وانا عندي 24 طالبه يعني نصهم 12، اي رقم فوق ال 12 هتلاقوا اقل من ال 12 هتلاقوه عملوا بالاصفر، لو بالاحمر هلاقي هنا 10 طالبات هنا 7 وهكذا عدد الطلاب اللي قدروا يتعرفوا على السؤال بشكل سليم. لو ده احمر معناه ان ولا طالب قدر يتعرف على السؤال اجابه السؤال ده بشكل سليم. لو انا فتحت بيه هلاقي فيه هيديني اهو نسبه النجاح 23 طالبه 23 منهم نجحوا. لو انا فتحت السي اهو ظهرت الكيس اللي انا بتكلم عن حضراتكم عليها، هلاقي السؤال رقم 18 لا ولا طالبه قدرت تتعرف على الاجابه ده بشكل سليم. كل اللي بالاصفر ده هتلاقوا الحد بتاعه وهكذا. الدي هاجي ابص برضو عليها 11 اقل من النص. طبعا المفترض السؤال الصعب في النموذج دي، يعني لو انا السؤال بتاعي رقم 6 ده اللي بالاصفر هلاقي هو سؤال رقم 6 ده هو نفس السؤال رقم 15 في النموذج ايه، المفترض يكون برضو بالاصفر لان ده امتحان واحد، يعني لو هو امتحان واحد فباي ديفولت المفروض الصعوبه واحده على الاربع نماذج، فهلاقي يعني احد المؤشرات ان لما يبقى في حاجه هنا اجي اقارنها بنفس السؤال اللي بينظرها في اجابه ثانيه الاقي برضو عدد الطلبه اللي جاوبوا بيه اقل. طبعا ده هيطلع يعني مباشر معانا في لما نعمل الايتم اناليسيس، هيطلع بقى مستوى السهوله والصعوبه مباشر مع حضراتكم من غير ما نبتدي نبص البصه دي. بس البصه اللي على النماذج بتديني احيانا مؤشر ان انا الاقي نموذج كده ماشي اهو 3 4 اسئله بالاصفر وسؤال كده، يعني اجي ابص على النماذج الاقي الاصفر وتوزيعه الاصفر والاحمر يعني متناسبه، ان هنا في 5 اسئله هنا في 5 اسئله هنا في 5 اسئله. ساعات واحنا بنبتدي نبص هنا نلاقي ان نموذج كله بالاصفر او نسبه النجاح بتاعته بعيده قوي عن كل النماذج، فبيبتدي ده يدينا الارم ان قد يكون في حاجه خطا، ان ممكن يكون يعني مفاتيح الاجابه للدكتور نموذج الاجابه ده كان مظلل من الدكتور بشكل خاطئ لاي سبب من الاسباب،
وبالتالي ببتدي ارجع تاني لنموذج الاجابه اللي هو مثلا اللي كان فيه اللي حسيته انه بعيد تماما نسب النجاح بتاعته بعيده عن النموذج ده، وارجع تاني اقارن الاجابات، ابص على اجابات الدكتور واتاكد ان فعلا الدكتور مظلل النموذج ده بشكل سليم، ما حصلش خطا لاي سبب من الاسباب ان انا يعني عمل هذه المشكله. فطبعا ده مؤشر مبدئي ان النماذج كلها واحده. طبعا انا اقدر برضو اشوف نسب النجاح بشكل كامل، لو عملت شو فول ستاتستيك هلاقي بيقول لي هم ال 74 طالبه منهم طالبه واحده بس الرسبه اللي هي كانت موجوده عندي فعليا في النموذج دي. حضراتكم معلش يا شرط يعني شكلها مش ظريف قوي، احنا ان شاء الله برضو هنعدلها في الفيرجن الجديد، بس الشرط دي بتديني الدرجات بتاعه الطلبه. يعني هنا هلاقي حضراتكم من ال 36 وال 41 هي طالبه واحده، الاقي هنا الراس الجزء ده فيه واحده بس، ودي معنى هي طالبه واحده جابت اقل من 48 في الامتحان اللي هي طالبه راسبه. وهنا ده بقى المعدل بتاع الدرجات، هلاقي ان من 91 تقريبا ل 96 او اللي فوق الامتياز، لو من 85 هلاقي حضراتكم كده لو بصيتوا في 1 و11 و3 و5 جمعتهم يعني تقريبا في حوالي 20 طالبه جايبين امتياز. ده الرينج بتاع الدرجات. طبعا يعني قراءته صعبه وان شاء الله باذن الله ده هيتحسن في الفيرجن الجديد، بس هو الشارت ده مقصود بانه توزيع الدرجات بتاعه الطلاب على الامتحانات، التقديرات اقدر اقرا منه التقديرات بتاعه الطلبه، عدد الطلبه اللي جايبين التقديرات ايه. ده الاستاتستيك الموجود كان بشكل حاليا، هو شيء مبسط او شيء بسيط. لو انا عملت حفظ لده هيجي يقول لي عايز حضرتك تحفظي الحاجه بتاعتك فين، هبتدي اقول له ان انا بحفظ برده في نفس الفولدر بتاع الريزلت، واقول مثلا ستيت واحد الاحصائيات بتاع واحد للماده اللي انا للسي في اس، وابتدي اقول له سيف. لو انا جيت فتحت بيقول لي ضن ان هو عمل الحفظ، لو جيت فتحت الفايل اللي اتكون هنا اهو هلاقيه اداني. طبعا هو هنا ظهر، هنلاقي حضراتكم لو انا جيت فتحت البرنامج انا واقفه على نموذج ايه، هو فعليا اداني النموذج ايه، هو هنا لسه ما بيجمعش، ما بيدينيش الاربع نماذج ده ان شاء الله هيكون في المرحله الجديده. لو هو اداني نموذج ايه، لان انا كنت واقفه هنا على النموذج ايه، لو جيت حضراتكم بصيتوا 19 18 18 10 وجيت فتحت شيت الاكسل اهو 19 18 18 10، واقدر بكده اطلع يعني بشكل مبدئي درجات كل نموذج، هبتدي اعمله حفظ اهو ستيت مثلا ستيت واحد مثلا بي، اسيبها بعدد الاجابات بالنموذج اللي انا بشتغل عليه واعمل سيف، هبتدي يفتح لي النموذج التاني ضن، الاقي برضو سيف. ايوه يا لولو ازاي؟ ال اجي افتح ال والله الكليه. طب انا مش عارفه البي اهي 19 19 17 11 سيف الاجابات اللي كانت موجوده عند حضراتكم هنا 19. فده اقدر احفظ ان شاء الله بقى هيبقى فيه يعني كل الاستاتستيك اللي هيبتدي يطلع من البرنامج اقدر احفظه بشكل سليم في باكسل او بشكل معين اقدر ارجع له وابتدي استخدمه في اي تحليلات انا عايزه اعملها. كده بشكل اجمالي يعني انا انتهيت من تصحيح الامتحان وانتهيت من الاحصائيات بتاعته وبصيت عليه، فاقدر يعني ابص كده. ده طبعا يعني الاساسي اللي احنا واحنا بنشتغل. طبعا واحنا شغالين طبيعي بيقابلنا بقى حالات بتظهر اثناء الشغل الفعلي مع نماذج الاجابه، لكن ده يعني اكتر حاجات انا حاولت اوضحها لحضراتكم. هوري لحضراتكم بعض التقارير اللي فيها غياب ظاهر. يعني لو انا فتحت فولدر ريزلت كده هو عندي
للريزلت دي. لو جيت حضراتكم شفتوا التقرير ده هتلاقوا حضراتكم، طبعا احنا بنتكلم هنا في كلية نظرية، فنسبة البقية الإعادة والغياب كتير مش يعني بتبقى كيس مش زي، هلا هو آخر التقرير آخر بنت عندي هو واقف مرتب ال، طبعا أنا كنت بصحح هنا من يعني بدون أسماء، لا أعتقد هنا ما هو فعليا هنا ما كانش فيه شيتات إكسل معلش في الريزلت دي، فبالتالي طلع الأول، ف معلش نفتح حاجة تانية كده ما فيهاش ما كانش فيها مشكلة يعني. طب بص على الريزلت ده في اسماء طلبه، اعتقد ان الريزلت ده مش هيبقى فيها مشكله. او لو جيت برضو ده كان مفيش غياب، لا في بعض الاسماء اصلا الشيت الاكسل ده برضو مع يعني شصاوة، احنا شغالين طبعا في البدايات كان بعض الكليات انا يعني بحاول اوريها لحضراتكم شيت ده كان من غير شيت اكسل، يعني كان في البدايات طبعا ده كلها حاجات يعني قديمه احنا كنا مصححينها. ف اي او الشيت ده يعني اعتقد ان هو في اهو بيظهر الغياب بينزل عندي في اخر الشيت، وبرضه بيكون موجود معايا في شيت الاكسل، يعني هو بيظهر في التقرير وبيظهر برضو لو انا فتحت نتيجة حاسب آلي هتلاقوا حضراتكم اخر اهو اخر التقرير الغياب اللي موجود عندي موجود معايا، منزل لي الغياب ومنزل الحضور، فبيفضل طبعا ان انا اراجع الغياب الاول في الكنترول اللي جاي لي وبعد كده ابتدي اعتمد النتيجة عشان لو حصل اي خطأ في كتابة ارقام الجلوس. يعني اعتقد كده ان انا قلت معظم الحاجات ومعظم الادوات اللي موجودة معانا. ممكن لو في اي استفسارات واحاول اجيب الكيس اللي حضراتكم تحبوا تشوفوها. لو في اي استفسار في اللي انا قلته انا مع حضراتكم. هستأذنك دكتوره صفيه، واحنا حاطين في الشات رابط للاستبيان عن الورشه ورابط لتسجيل البيانات، فهنستأذنكم تعملوه وان شاء الله نبعت الشهادات على الميل. في بعض التعليقات يعني دكتوره انتصار كاتبه محتاجين تطبيق عملي، احنا ان شاء الله هنعمل تطبيق عملي ابتداء من بكره للمنسقين الاي ليرنينج لان هم اللي هيصححوا، بس طبعا يهمنا ان الكل يبقى عارف الكونسبت بتاع البرنامج وبيحصل ازاي. دكتور محمد جابر بيسال عايزين تفاصيل عن البرنامج، فيا ريت حضرتك يا دكتوره صفيه هو طب دمياط يتواصل مع حضرتك ولا محتاج تفصيل البرنامج بحيث انه يكون متاح عندهم؟ اه تمام مفيش مشكلة يا دكتور، ممكن حضرتك يعني احنا زي ما حضرتك شفت انا احنا اشتغلنا في طب اسيوط، يعني احنا عندنا هنا في طب الكليات اللي اشتغلت معانا فعليا تصحيح الكتروني من كليات الطب كانت طب بنات القاهرة طبعا بدأ معانا من اوائل الكليات اللي بدأت معانا، والترم الاولاني كان معانا طب بنات اسيوط كمان بدأت يعني عملت عملية تصحيح وفعلا نزلنا لهم البرنامج وعملنا طبعا احنا كليات اللي بنروح كنا في البدايه طبعا، دلوقتي احنا بقى معانا دكتوره اسلام وفي كل كليه ما شاء الله في من الكليات اللي بصحح في مجموعه فريق بدا يبقى موجود في الكليات وهو اللي يشتغل بالفعل، لكن الكليات اللي لسه يعني ما بيكونش عندها التصحيح ده بيتم مع اول امتحان بيكون عندها في تصحيح الكتروني، احنا بنروح بنفسنا نكون موجودين معاهم وبتتم عمليه يعني زي ما عشان التدريب العملي اللي الجميع بيتكلم عنه بنبقى موجودين معاهم بيتم التصحيح امتحان من خلال فريق التصحيح مع المجموعه اللي موجوده في الكليه اللي هتكون مسؤوله عن التصحيح الالكتروني، وبنبدا ندربهم فعليا ونصحح معاهم امتحان واثنين وثلاثه، وبعد كده يعني زي ما بنسلمهم بقى المهمه وهم يكونوا مسؤولين عن التصحيح وعن تدريب باقي الزملاء.
فان شاء الله باذن الله ما فيش اي مشكله، ممكن حضرتك يا دكتور تتواصل معانا وبمجرد بدء تنفيذ عمليه التصحيح احنا هنكون يعني تحت امر حضرتك وموجودين مع حضراتكم. هو الانسر شيت ورق خاص بالانسر شيت ولا اي ورقه؟ يا دكتوره بعد اذنك معلش ما سمعتش السؤال. الانسر شيت ورقه مخصوصه ولا اي ورقه في معمول؟ لا هي ورقه مخصوصه الجامعه بتوفرها، هو ورق بيتم طباعته داخل مطابع الجامعه وبيتم يعني طبعا عشان ابعاد الورقه وشكل الورقه عشان برنامج التصحيح فبيتم لكن التصحيح نفسها ورقه. مش حضرتك بتسال على البابل شيت؟ نعم حضرتك بتسال على ورقه البابل شيت، ورقه الانسر شيت. انسر شيت لو اللي بيحط فيها الطلب اللي جابه يعلم على علامه A B ولا C ولا D اذا كان بالقلم الرصاص ولا بالقلم الجاف. لو الموديل انسر بتاع الدكتور ولا بتاع الطالب؟ هو يقصد الطالب. نعم؟ يا دكتور الطالب طالب. ما بتعملي كي والكي معمول اللي بيعمل الاستاذ، اما الطالب بياخد ورقه يكتب عليها رقم جلوسه واسمه ويجاوب في الاجابات بتاعتها. فهي الورق مخصوص ولا اي ورق؟ هو يقصد البابل شيت يا دكتوره صفية. نعم البابل شيت زي ما حضرتك هو ورقه بيتم الورق ده بيتم توفيره من خلال الجامعه، بيتم احتياجات بنبعت نطلب احتياجات الكليه من اوراق البابل شيت، وبيتم قبل عمليه الامتحانات ارسال طباعه الورق وفقا للاحتياجات وتسليم الورق للكليات والكليه زي الورق العادي زي كراسات الاجابه العاديه بيتم استلامه من المخازن وبيبتدي يتم بقى خلاص تسليمه الى الكنترولات. فخلال الكليه بقى الاليه بتسلمه للكنترولات والكنترولات بتبتدي توزع وفقا يعني او الاداره الكليه بتوزع وفقا لاحتياجات الكنترول. احنا فعليا بنطبع كنا وفقا يعني كنا لسه شغالين زي ما بيقولوا ايه بالقطعه الكليه بالترم. حاليا احنا باعتين للكليات الجامعه بشكل كامل لان طبعا زي ما بقول لحضراتكم احنا دخلنا في عدد كبير بيتم بيستخدم دلوقتي عمليات التصحيح الالكتروني، فتم ارسال جوابات لعمداء جميع الكليات لاحتياجاتهم من اوراق التصحيح الالكتروني او احتياجاتهم من كراسات الاجابه عشان يتم مع بدايه السنه دي طباعه الاوراق بدري وتسليمها للكليات بدري، لان طبعا احنا هنخش يعني انا في تصوري ان احنا هنعدي ال 400 500000 ورقه اجابه الترم القادم يعني ده كتير قوي. طبعا السلام عليكم دكتوره صفيه، ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا بيكي منورانا والله، وشكرا جدا يعني متشكرين جدا على الورك شوب الجميل ده. لا انا اللي سعدت بوجودي مع حضراتكم واتمنى ان انا كنت يعني قدرت اوصل حاجه لحضراتكم. انا سعيده بحضرتك واعتقد ان انا بعت لحضرتك الطلبيه بتاعتنا الحمد لله خلاص يعني الحاجات بتاعتنا. حضرتك بعتي حاجه جديده؟ جديد اللي احنا طالبينه الاخير. دكتوره بعتنا معلي معاكي الدكتوره ايمان. يا دكتوره صفاء اهلا وسهلا بحضرتك الوكيله. اهلا وسهلا بحضرتك. لا وفعليا انا لحد النهارده ما بلغونيش ان في حاجه جديده جت، انا هرجع راجع بعد الاتصال مع حضرتك. مكالمه حضرتك كانت تاني يوم موجوده يعني بعتها على طول. لا للاسف على فكره يا دكتور ما وصلتش. لا وانا هراجع المكتب تاني بكره ولو اي حاجه استاذ حضرتك تبعتي لي صوره منها تاني معلش. تحت امرك خلاص حاضر. لان فعليا انا يعني المكتب ما بلغنيش بان اي حاجه جت عشان يعني حتى انا يعني كنت هبدا اسال حضرتك تاني لان انا عارفه ان عند حضرتك امتحانات قريب. فخلاص لا انا هراجع المكتب تاني لو اي حاجه هكلم حضرتك. لا بعتها لحضرتك تحت امرك، لو ما وصلتش لحضرتك خلاص هبعتها لحضرتك تاني مفيش مشكله. تمام يا دكتور. لا هبلغ حضرتك بكره ان شاء الله باذن الله لما استفسر من المكتب تاني. ان شاء الله يا فندم وسعد بحضرتك الف شكر. انا سعد ربنا يخليك يا دكتور ايمن. انا سعد بحضرتك شكرا. هل في اي اسئله اخرى يا جماعه للدكتوره صفيه عشان احنا ارهقناها جدا؟ لا تحت امر حضرتك يا دكتور.
لا انت يعني افدتينا افاده عظمى دكتوره صفيه، وان شاء الله بكره الدكتوره اسلام هتدرب 10 في 10 في 10 وهكذا، بحيث ان اللي هو التطبيق العملي على الجهاز نفسه يعني. ان شاء الله في استقبال اذا ما كانش في اي اسئله اخرى. في حد عايز يسال؟ لا ما فيش، واضح ان ما فيش، وما فيش حد حتى كتب في الشات بوكس. يبقى اعتقد ان احنا نشكر شكر جزيل الشكر للدكتوره صفيه، وسعداء بالتعاون معاكي جدا، وان انت متعاونه جدا مع كليه طب بنات، ومعنا دكتورة إسلام منسق لجنة التعلم الإلكتروني، برضو هي من الناس المميزين عندنا جدا جدا، وبتشكر في حضرتك جدا الحقيقة. ويعني ومن الواضح أن التعاون إن شاء الله هيستمر بإذن الله في الفترة المقبلة، لما ينزل بقى كمان الفيرجن الجديد اللي احنا منتظرينه اللي بيعمل لنا آيتم أناليسيس مرة واحدة. شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا دكتوره هاله. انا شاكره جدا لحضراتكم، وشاكره جدا يعني طبعا دكتوره اسلام، يعني من الناس اللي زي ما قلت بتدينا، يعني احنا طبعا ده حركه برنامج جديد بنحتاج طبعا يعني تعليقات اي حد بيشتغل عليه عشان نبتدي نعمل التحسين السريع فيه. ودكتور اسلام من الناس اللي بتدينا دايما كومنتات بتخلينا دايما نحسن من شغل البرنامج بحيث انه يطلع في افضل صوره. فانا بشكرها جدا، وبشكر حضرتك، وبشكر سياده الوكيله، ويعني وجميع القائمين على الكليه. الله يخليك يا دكتوره صفيه. شكرا لحضرتك، شكرا دكتوره صفيه، شكرا جدا يا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه حضراتكم، شكرا جدا لك. شكرا دكتوره صفيه، شكرا جزيلا، بكره باذن الله. دكتوره اسلام لو سمحتم بتاكد عليكم، لو نسمع لو تكرمتوا اتفضلي يا دكتوره اسلام. هو ان شاء الله بكره الساعه 10 هنتقابل في الاوضه اللي هي قبل وحده الجوده. الاولويه للاي ان تي والرمد زي ما اتفقنا، عشان هم عندهم امتحانات دور تاني مستخدمين فيها البابل شيت، فمعانا ثلاثه من الاي ان تي ودكتوره من الرمد، وبعد كده ابتدينا بمنسقي الاي ليرنينج في سمستر 1. فانا بعت لكم الاسماء اللي هتيجي معانا بكره ان شاء الله، وان شاء الله يبقى تدريب عملي باذن الله، وفي نفس الوقت نصحح ماده الامتحان بالظبط. يعني يبقى في تصحيح كمان يا دكتوره اسلام، صح كده؟ هيبقى في تصحيح ان شاء الله الانف واذن، والله هنصحح انف واذن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب والبرنامج عايزين ننزله برضو على الكمبيوتر تاني، هل موجود ولا ايه؟ موجود ان شاء الله يا دكتور، موجود، ناخد نسخه منه وننزله على جهاز تاني. هل في بكره باذن الله تاني ورك شوب؟ قلت الساعه 2 الظهر، تمام كده؟ لا احنا ما فيش حاجه بكره الساعه 2، مين مكتوبه في البروشور اللي انتم حاطينه؟ لا يا فندم ده بكره هو 2 days workshop النهاردة، وبكرة الساعة 10 لعشر منسقين إن شاء الله. بعد كده هنحدد مواعيد متتالية عشان نقدر الكل يتدرب إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا. عفوا خلاص كده بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.